که حالا شما ای هموطنان عزیزی که در اینجا گرد آمده اید و شما هموطنانی که در سراسر ایران و در هر کجای جهان صدای مرا میشنوید، آیا برای گسترش نبرد، برای آزادی ایران و برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه آماده اید؟ يوم السبت 13 من حزيران يونيو شارك أكثر من 600 من المشرعين والشخصيات السياسية من الطراز الأول من مختلف التوجهات السياسية والحقوقيين البارزين في الملتقى الموسع للإيرانيين وحماة المقاومة الإيرانية في باريس. وبدأ ملتقى الاتحاد ضد التطرف الإسلامي والإرهاب تغيير النظام على أيدي الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية أعماله في الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي في قاعة فيليباند بمشاركة شخصيات ووفود من 70 بلدا من 5 قارات العالم. وأدلت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مريم رجوي كلمة تحت عنوان إيران ديمقراطية وغير نووية بإسقاط ولاية الفقيه حول مأزق المفاوضات النووية والآثار المضرة لاستمرار سياسة المساومة مع نظام الملالي ومد التطرف في المنطقة والعالم، خاصة 3 حروب مميتة في كل من سوريا والعراق واليمن والحلول الناجعة لهذه المعضلات.